السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الدورة التدريبية لإعداد مقيمي مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل والتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. معكم زميلكم عادل عنزي من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن 4 معايير أساسية، وهي تعتبر جزء من النموذج الأساسي لتطبيق معايير مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل. ننتقل الآن إلى المعيار الثالث، أدوات الاستخدام الواحد. ترتيب هذا العاشر في نموذج تقييم تطبيق معايير مكافحة العدوى، يحتوي هذا المعيار على عنصر واحد فقط، يمنع إعادة استخدام أدوات الاستخدام الواحد خلال تقديم الرعاية الصحية بالمركز ويتم التخلص منها حسب الإجراءات المعتمدة. هنا نحتاج إلى سؤال ممارسين صحيين، وفي نفس الوقت أيضا نحتاج إلى الملاحظة. أول شيء في البداية لابد أن تعرفون أنه الشركات المصنعة والمنتجة لأدوات الاستخدام الواحد هي أنتجت هذه الأدوات لاستخدامها مرة واحدة فقط، أي يعني من الأساس التصنيع هي تستخدم مرة واحدة وترمى حسب الطريقة الصحيحة، لا يتم إعادة استخدامها وممنوع إعادة استخدامها. لابد من سؤال ممارسين صحيين عن طريقة استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد، وأيضا عن طريقة التخلص منها. ثانيا الملاحظة، ملاحظة طرق استخدام الممارسين الصحيين للأدوات ذات الاستخدام الواحد وطريقة التخلص منها. أحيانا وانت في الزيارة ممكن تلاحظ إجراء معين يقوم فيه الممارس الصحي يستخدم فيه هذه الأدوات، فأنت لازم تلاحظه وتشوف كيف يستخدمها وكيف يتخلص منها ومتى يتخلص منها. مثل ما تشوفون عندنا في 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 الصور، الصورة اللي على اليمين اللي مكتوب رقم 2 وعليها خط، هذه علامة معناته انه الأداة هذه تستخدم مرة واحدة فقط وترمى غالبا او دائما. العلامة هذه تيجي على الغلاف المغلف للأداة، ويعني مثل ما ذكرنا انه تستخدم مرة واحدة ويتم التخلص منها مباشرة. فمتى ما لاحظت الأداة هذه موجودة على مثل ما حط هذه العلامة موجودة على الأداة، معناته الأداة هذه هي الاستخدام الواحد فقط. وصلنا إلى نهاية شرح الأربع معايير، أتمنى أني شرحتها بطريقة مناسبة وواضحة للجميع. أتمنى أني غطيت جميع التساؤلات الموجودة لديكم. شاكر ومقدر لكم.